انا علي برضو الكترونكس انجينيرنج وكوميونيكيشنز بس متخرج. كنت معدي كده لقيت الشباب قاعدين وقلت شوف يعملوا ايه. ف يعني ما شاء الله احنا شلنا بروجرام فايلز سيستم 32 وحاجات اللي هو يعني الاورجنز الكريتيكال في الجهاز. ما شاء الله عمل ريستارت وعمل 1 سكند اللي هو الزرار السحري بتاعه والدنيا رجعت. I'm sure how you're dealing with geniuses هنا ودي حاجة أكيد تبقى كبيرة أوي.